أنغام راه مضربة هي وشيرين دابا. أنغام شكون هي فيهم الفنانة مصر الأولى؟ أنا بالنسبة لي هي أنغام. لا نقاش ولا جدال. لا صوت شيرين وتسكتي ولكن أنغام قديمة في الكارير. أنغام ألفيان دون فامي. شوفي أنغام عمها هو عماد عبد الحليم وباها الله يرحمه كان ملحن كبير. وهي إلى كومونسي تخي جون وإلى شانطينا غنات القصائد وغنات أم كلثوم وغنات بزاف د الحوايج وغيبيرتوار كبير ديال أنغام باغابوغ لشيرين. كاين لونسيانيتي نو با دو لا ميم مانيير الفن الفن ما عندوش علاقه مع لونسيانيتي الفن هو الفن وي 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 مي حلي واحد الا فاتك بعام قديم احسن منك واخا زفتي لا واخا صوت انغام كان سي ان شو بيرسونيل نتايا ميوزيكال وي ميوزيكال فوالا انا من اصوات العربيه شكون هي الاقرب الى قلبي وصوت شيرين وي لا صوت ما يتعاودش وي حتى انغام صوت ما يتعاودش ولا يقال انا لا علاقه مع هادشي قلت انا نجوى كا بون هادي بقى في يمت انا تما حبست هي من يامات ربيع الخولي اماني جنب البيت ولا لقيت ما شنو على حد حديت واش هادي في يمت لا لا جوكر مبارقه لا جوكر هاد الخلاصه سمح لك من نهار خرج واحد الاغنيه بوكا تشوكا بامبي تشوكا بام 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 صافور ما فهمتش شويه حاجه هادي يمت كاين كشكون غنائي كدوز في الاولى مع الحد في عشيه تماك حبست من يامات فاصله وراه بصح من يامات فاصله لا 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 كتجي بشحال هادي كان كيعجبني الصوت ديال نجوى كرم كتجينا صوت جبلي وجبالي صوت جبلي خاطر اما الريبيرتوار ديال نجوى كرم شويه المدرسه ديال الصبوحه شويه مدرسه ما كنعرفش المدرسه اللبنانيه مخضره صوت جبلي خاطر فنانه كبيره نجوى كرم صوت